بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. والشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، كنت مسكت أخويا معك رشيد من مدينة تازة وحامل كتاب الله ولله الحمد، والحمد لله متزوج. شيء كان أخويا صح؟ مكفوف من الحمد لله من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحمد لله هذا أمر الله. يعني الحمد لله كنشكر الله على كل ما أعطاني الحمد لله، وكل ما رزقني هذه النعمة هذه، ونحمد الله تعالى على ذلك. سي رشيد قرب يعني كيفاش البصر؟ كاش من سن لقيتي في البصر؟ خويا البصر ديالي كنت ملي كنت صغير، كانت عندي 9 سنوات، قريت الحمد لله اولى ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي بدون اشكال، ما كاينش اي كارثه. وبعد من بعد الحمد لله كنت خارج من المدرسه بحال هكا، غادي بحال كذا مشي ليا الشوف في الطريق، يعني داك الشيء ما وضحش، ما كاين لا سكور لا طونسيو ولا شي حاجه، يعني ما داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، الله الوحيد الذي يعلم بذلك. شحال كان عندك من عام ديك الساعه؟ كما قلت لك كانت عندي 9 سنوات. من بعد بقيتي غادي بمسار، مشيتي عند الاطباء، شنو من بعد درتي؟ مشيت عند الاطباء، سولت الاطباء وبحثت وكان وقف على العمليه، وكيقول لك ما عندكش الامال، ما الحاله عندك مغموقه، يعني غامضه. نعم سيدي. والحمد لله تقبلت هذيك الحاله، دوزت ديك الحاله اللي سميتو النفسيه صعيبه والاكتئاب والصدمه النفسيه، والحمد لله وقريت الحمد لله، كملت رابع خامس سادس اعدادي وهبطت الشيء، قريته ممتازه وهبطت لفاس، كملت ثاني اولى اعدادي ثاني اعدادي فات الحمد لله ولله الحمد. وبعد ذلك مشيت لتاودانت، قريت واحد الشهر ونص او شهرين ونص في تاودانت، هبطت الجديده كملت. قريتي القران الكريم؟ قريت القران، حفظت واحد الشيء القران، بحكم انني كنت بين 70 طالب او 75 طالب كلهم كيشوفوا الا انا اللي ما كنشوف في وسطهم، والحمد لله شاف الشيخ ديالنا الشتاعيه وقال لك احنا غادي نصيفطو عند جديده عند واحد السيد تما، كان واحد الامام تما، كان طالب لذلك الشيخ.
والحمد لله هبطت عنده معاملة زوينة وإنسان طيب، وحتى السيد المكلف والسيد المسؤول على هذيك المدرسة كنشكرهم من هذا المنبر هذا. والحمد لله قريت واحد العام ونص في جديدة، تعلمت الحمد لله شوية الحمد لله، ومن بعد مشيت من بعد بدات المسيرة ديالي في كازا. القرآن الكريم تم الحفظ ديالو الحمد لله ولله الحمد 8 شهور، كنت كندير 4 في النهار. حفظتيه؟ نعم. تغلبتي على؟ الحمد لله. بالنسبة ملي جيتي للدار البيضاء، يعني كيفاش كان الزواج ديالك هنا؟ كيفاش تعرفتي على؟ و كيقول لك واحد الآية، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انا براسي كنت تغرب وكنت عجب كيفاش انا تزوج، كيفاش انا عندي بنيه، كيفاش وصلت لهذا، وما حيت انا ما عندي لا حتى شي بدون عمل بدون حتى حاجه، واخا انا حافظ القران وحافظ الحمد لله القران، وما كان عندي حتى شي خدمه الحمد لله، ما كاين حتى حاجه. داك الشيء كيقول كي قلت لكم في السماء رزقكم وما توعدون، الاصدقاء او اللي كيعرفوني تما واللي كي بعض المهارات كيتعاونوا معايا، وداك الشيء كنشكرهم من هذا المنبر هذا. يعني ماشي شي ناس اللي هما نقدر نقول، ولكن حتى هما مساكن كيقول لك واحد المثل، الدرويش هو اللي كيراهم بحق الدرويش. الكلمة اللي غنقول لك اخويا واللي غنقول للمشاهدين الكرام الان، مشاهدين قناة إباطيل، هو الانسان دابا ملي كيتزوج كتولي عنده مصاريف، كتولي عنده سميتو، كتولي عنده بزاف ديال الحوايج، والانسان راه الانسان باكملها عار بحق المعيشه والكرامه وعار بكل شيء. والحمد لله الحمد لله، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء رقيب، الله بصير بعباده، الله عليم بذات الصدور، الله لا يضيع اجر من احسن عمله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الله عليك. شحال الرقم ديالك؟ أولا إخوان الكرام، إخوان الأخوات، أدعو الله تعالى أن يفرج هم المسلمين ويكشف غم المسلمين، وأن يستعيد عن المسلمين شر الخلق. اللي كنبغي نقول لكم إخوة الكرام، وكما كتشوفوا الحمد لله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. فإخوة الكرام، اللي بغى إني أنا ما اللي بغى اللي استطاع منكم أي يتعاون الحمد لله، ولكن اللي بغى يتساعد واللي بغى ديك فأجره عند ربي. أنا ما نقدرش، يعني أنا ما كانش شي بيئة وشرية اللي نقدر نعيش بها، نقدرش ندير شي مشروع اللي نقدر نعيش به، اللي خدمت أنا نكون من نكون أنا من الناس اللي كيقولوا هذاك خدام على راسو. حيت أنا ماشي من هذاك النوع، اللي كنخرج، يعني أنا الحمد لله عندي واحد النفس، ما كنهضرش نقول بنادم عطيني، ما كنهضرش نمشي عند بنادم نقول له خويا خاصني هادي، خاصني هادي، يعني ولو عيال اللي كيعطي وما يعياش اللي كيشد. هو خويا مصطفى المحسنين ديالنا المغاربة وخارج المغرب، يعني واحد النقطة بغيت نتكلم عليها، هو المحسنين ما بقاوش كيثيقوا،
ومن حقهم ومن حقكم اخوان الكرام بقاوش كيتيقوا، لان علاش؟ لان الانسان عنده وكيقول لك انا ما عنديش، انسان بعينيه وكيقول لك انا اعمى باش يتعاونوا معايا الناس، انا ما كنشوف. وهادو كيتوجدوا بزاف ديال الاماكن اخص في كازا، وربما انا هذاك الشيء اللي عشت وهذاك يعني كيقول لك انا يعني كيدرسوا ما كيشوفش، هو كيشوف لكي يعني باش انه يجمع الفلوس باش انه يدوم. وكاين الناس اللي عندهم ما عندهم وكيقول انا ما عنديش، انا هذه علم بيا الله وخاصني هذه. وكاين الناس اللي ما عندوش علم بها الله، علم بغير الله، الوحيد الاحد الصمد السميع البصير العليم، علم بها الله ما كيقدرش يقول، وغيبقى ساكت. غيجي واحد النهار غيقول لك محسنين مغاربة او اخوان الكرام فانا في حاجة اليكم، وما كيتسجبش او ما كيتوصلش ليه ميساج، فغنقول ليه اصبر فان وعد الله حق. والحمد لله اللي بغى يسول وفي السماء يرزقكم ما توعدون، فاغلق بيد الرحمن والله المستعان على ما تصفون. اولا كنشكر كاع المحسنين المغاربه والاخوان الاخوات الاصدقاء الصديقات كل من يعرف رشيد، فانا احبكم في الله والله على كل شيء رقيب. واللي بغيت نقول الاخوان المحسنين المغاربه او الاخوه الكرام، فالله الوحيد الذي يعلم بذات الصدور، واعلموا بان الله على كل شيء رقيب، واعلموا بان الله لا يضيع اجر المحسنين، وانما اشكو بثي وحزني الى الله. الرقم ديال الهاتف ديالك السي، واللي بغى يتواصل معايا سواء يتواصل معايا كاخ كصديق كهذاك فمرحبا، او اللي بغى يساعد فالله لا يضيع اجر المحسنين. رقم الهاتف ديالي هو 06 20 25 60 89. أعيد 06 20 25 60 89. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.